تقرير سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا على وورلد سبورتس. فجر اليوناني أليكسيس كوغياس مالك نادي لاريسا مفاجأة باتهامه بعض الأشخاص من مسؤولي أندية مختلفة في اليونان بالتلاعب بالنتائج واستخدام بعض الحكام لتحقيق ذلك، مستشهدا بحصول لاعب فريقه على 32 إنذارا بعد 6 جولات فقط من منافسات الدوري اليوناني الذي يضم 4 لاعبين مصريين هم أحمد حسن كوكا، باسم مرسي، عمرو وردة، وشيكابالا. تظل فضيحة الكالشيو الأبرز عالميا بعد هبوط نادي يوفنتوس إلى الدرجة الثانية وتجريده من لقب الدوري الإيطالي في 2006، حينها قالت القضية الإيطالية كازوريا، قالت في الصفحتين رقم 84 و85 من أوراق الحكم الذي نشرته صحيفة توتو سبورت: السلوكيات التي تمت دلت على وجود اتجاه عام لكسب علاقة ودية، لكن هذا في حد ذاته لا يمنع وجود حكم على الجرائم. في عام 2013 خلصت التحقيقات إلى تورط 425 شخصا في 15 دولة في فضيحة تلاعب كبرى في نتيجة 380 مباراة بمختلف المسابقات على رأسها دوري أبطال أوروبا، بينهم حكام ومسؤولون ولاعبون. كما اكتشف المحققون مشاركة عناصر إجرامية من آسيا في هذه العمليات غير المشروعة. تبين أيضا التلاعب في نتائج 300 مباراة أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. قال محقق ألماني إن شبكة استغلت شركة بريد سريع لنقل رشا إلى جميع أنحاء العالم لدفعها للاعبين وحكام للتلاعب في النتائج. مباريات التلاعب شبح يهدد صناعة كرة القدم العالمية.